بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، على البركة والتوفيق ينطلق هذا الشوط السادس، الشوط السادس للبكار المهجنات، انطلاقة سليمة وانطلاقة موفقة باذن وامر من الخالق ثم بجهود القائمين خلف هذه ايضا الانتصارات المستمرة وهذه النجاحات والمسيرة المستمرة. المركز الاول والصدارة مع الشاهينية، هنالك على مقدمة الشوط وشعار التحدي هنالك مع المركز الاول مع الشاهينية لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري في عملية التضمير والمتابعة. الدور المركز الثاني، الشايبة على ثاني الاسماء لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير. هنالك الشاهينية لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي مضمر مياسة اللي فازت قبل قليل بالمركز الاول وبالتوقيت الاول وبالنقطة الرائعة، بينما هنالك الوصول من المركز الرابع. الشاهينية وصلت بقوة الى المركز الرابع لهجن الرئاسة وعملية تضميرها عند السيد احمد بن مايد الخيلي على رابع الاسماء. الدور دور المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس، شعلة لهجن الرئاسة مع المميز مميز المضمرين مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، ووصول وانتقالة قوية ايضا من هذا الاسم، اسم العوية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان والسيد سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية تضميرها، بينما هنالك التسللات الواضحة من قبل الأسماء الملاحقة والأسماء القوية. الذهيبة هنالك لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم وسلطان المقبالي من يضمرها ويتابعها على المركز السابع. الدور المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الوصول من الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير، بينما انتقل الى المركز التاسع. يا سلام، هذه هي هجمة للأمراء أبناء الأمير محمد بن سعود الكبير سلطان بن سلمان العتيبي من يضمرها ويشاركنا في هذا المساء الجميل. بينما على المركز العاشر مشاهدينا الأعزاء هنالك الحذرة لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء المتقدمة، هذه هي الشعارات القوية في مقدمة الشوط. أعود إلى الصدارة، الشايبة في مقدمة الشوط، الشايبة على الصدارة الأولى وعلى المقدمة، وتعود ملكية الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية تضميرها، بينما بدوري انتقل الى هذا الاسم الكبير واسم الشاهينية لهجن الرئاسة واحمد بن مايد الخيلي من يضمرها ويتابعها، بينما ثالث الاسماء العوية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان السيد سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير. الدور المركز الرابع، هنالك والزاوية الاخرى الشاهينية لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في تضميرها ومتابعتها، بينما هنالك الوصول من شعلة لهجن الرئاسة مبارك بن احمد الخيلي يقودها مضمرا وعلى المركز السادس.
المركز السادس، المركز السادس الوصول من الشاهينية لهجن الرياسة والسيد راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما هنالك الوصول من الذهيبة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بيمعة المكتوم، سلطان بسيف المقبالي في عملية التضمير والمتابعة. الدور دور المركز الثامن، المركز الثامن هنالك الحذر لهجن الرياسة والسيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والوصول هنالك والتحديات مع هذه الأسماء المنطلقة، الوصول من الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. وعلى المركز العاشر هنالك هجمة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير سلطان بن سلمان العتيبي في عملية التضمير والمتابعة والتضمير. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة وإلى قمة هرم هذا الشوط مع التحديات وهذه الشعلة الواضحة، شعلة التحدي مع الإثارة. هنالك الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير، ولكن التحركات من هذه المميزة من هذه البطلة التي تنطلق الآن وتلاحق الأسماء القوية. هنالك الوصول من الشعلة لهجن الرياسة والسيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث هنالك الشاهينية لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي، الوصول أيضا من الشاهينية لهجن الرياسة والسيد أحمد بن مايد الخيلي. على رابع الأسماء الدور دور المركز الخامس والتسلل أيضا هنالك من الزاوية الأطول والزاوية الصعب العوية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل هيان والسيد سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية تضميرها. هنالك الشاهينية تصل بقوة مع التحديات ومع الإثارة. على المركز الآن السادس لهجن الرياسة والسيد راشد بن محمد بالسم المنصوري، أتأخر إلى المركز السابع وهي بالفعل تحمل الرقم 7. هنالك الحذرة لهجن الرياسة والسيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير. الوصول أيضا هنالك من قبل الذهيب لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم سلطان بن سيف المقبالي. بينما الدور دور المركز التاسع، التاسع التاسع هنالك هجمة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير سلطان بن سلمان العتيبي، بينما المركز العاشر والوصول من قبل الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وعملية تضميرها عند السيد طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة. هذه هي أيضا النداءات المستمرة، هذه هي المسيرة تسير، وهذه هي الأسماء للعشر المراكز المتقدمة. الله هي المركز الأول، الله هي المركز الأول يا صدارة، يا هي قوة يا هي إثارة. على مقدمة الشوط الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير. روح يا أبو سالم كعوائدك مع هذا الشعار المتميز المنطلق نحو الناموس ونحو خط النهاية. بينما الدور دور المركز الثاني وصول ورائع أيضا من الشاهينية لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي، من يحتل الآن المركز الثاني بمن خلال وواقع مشاركة الشاهينية. بينما هنالك الزاوية الأخرى، الزاوية الأخرى مع الشاهينية، الشاهينية الأخرى أيضا تشارك هنا من الجانب الأيمن لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي باحثا عن النقاط المتكررة في هذا المساء. بينما هنالك من هنالك المميز من خلال حضور شعلة قوية لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في التضمير وفي المتابعة. الدور دور المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء الشاهينية لهجن الرياسة والسيد راشد بن محمد بالسم المنصوري، وصول من العوية. على المركز الآن السادس هنالك التحدي والإثارة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل هيان والسيد سعيد بن مبارك الوهيبي، من يشاركنا ويتحدى هذه الأسماء ويشاركنا بالمركز الآن السادس. بينما المركز السابع الحذر لهجن الرياسة
وعيسى بن احمد بن مايد الخيري احد الابطال الذين قدموا الى هذه الساحة المنافسة الثلاثية المستمرة بالخير وبالعطاء وبالتواصل. اعود الى المقدمة، اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول لهذه الاسماء المنطلقة هنالك مع الصدارة. والكادر الاول الله يا الشايبة، سلام سلام يا لنيبي، سلام على هذه القيادة وعلى هذه الخطة الثابتة مع المقدمة ومع الصدارة ومع القوة. الكيلو والنصف النهائي، الكيلو والنصف النهائي، يا سلام هنالك الشايب الاسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، السيد سعيد بن سالم الينيبي، روح يا لينيبي مع المقدمة والناموس. الدور دور المركز الثاني، ولكن التحركات الله 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 الله، الشاهنية رأت المنصة، رأت المنصة والحزام الأخضر هنالك. من يرحب دائما بهذا الشعار ويرحب بجميع الشعارات المتقدمة المنافسة والمتنافسة، ومن يعانق خط نهاية، وخط نهاية هو الفيصل وهو الحكم، وهو الحكم لمن يكون الناموس. المركز الثاني هنالك الشاهنية لهجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصوري مع المركز الآن الثاني. الدور دور المركز الرابع القدوم من قبل الحدرة لهجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، وهنالك أيضا التسلل من شعلة لهجن الرياسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، ووصول أيضا وانطلاقة قوية من الشاهنية لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير. الله يا المركز الأول، الله 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 الله، مساءك ظافر يا الظافر، مساءك تحدي يا الظافر، مع هذه النقاط المتكررة، مع هذا الفوز والانتصار، المركز الأول والصدارة بالفعل هي واحد على واحد، وتحمل الرقم واحد، وفي المدرج واحد، وفي النمرة واحد، وفي الناموس واحد، مع الشوط السادس والنقاط المتكررة مع الظافر. سلام الرئاسي، سلام الرئاسي، تحية واحترام لهذا الشعار، وهذا هو الحزام الأخضر الذي يعانق. هنيالك هنيالك، يا ما مرت عليك من الأسماء، يا ما عانقت من الرموز، ويا ما عانقت من اللحظات السعيدة. سلام وتحية واحترام لاسم شاهين، وللماركة الشاهينية، وللدماء الشاهينية، ولجماهير الشاهينية، ولجماهير هجن الرياسة، ولجماهير الظافر. هذه هي الشاهينية لهجن الرياسة. المركز الثاني هنالك الشاهينية أيضا لهجن الرياسة. المركز الثالث شعلة لهجن الرياسة. المركز الرابع هنالك الشاهينية لهجن الرياسة. المركز الخامس هنالك الحدرة لهجن الرياسة. ما شاء الله، إبداع متواصل، إنجازات مستمرة مع الفوز ومع الانتصار. ولكن واحد، هنالك الشاهينية لهجن الرياسة وتوقيتها الزمني الذي رافقها مع التحديات. مع الفوز ومع الانتصار، لحظات الإعادة، لحظات الفوز، لحظات الحسم. الشاهينية لهجن الرياسة، علي بن يميل الوهيبي هو مضمر الشاهينية، ولحظات الفوز وخط النهاية والتوقيت الزمني الذي رافقت الشاهينية التحديات والإثارة والمتعة. اثنا عشر دقيقة خمسين ثانية وجزئين من الثانية. التهاني لعلي بن يمي الوهيبي على فوز الشاهينية بالمركز الاول. المركز الثاني فكانت ايضا اسم الشاهينية، مشكور يا ابو مبارك لهجن الرياسة احمد بن مايد الخيلي. توقيتها الزمني مشاهدينا متابعينا الاعزاء 12 دقيقة و57 ثانية وجزء واحد من الثواني. الشكر والاحترام والتقدير لهذا الرجل الذي يفعل الفعل الكبير احمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث فكان من نصيب شعلة لهجن الرياسة، والتهاني لابو احمد مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 58 ستة اجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لكل الفائزين.